أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقواه فلاح للعبد في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون عباد الله تكلمنا في الجمعة الماضية عن حق عظيم وهو حق الوالدين على أبنائهما وذكرنا أشياء كثيرة من فضله ومن فضل هذه ومن فضل البر بهما ذكرنا أقوال الله تبارك وتعالى في كتابه وأقوال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا حفظكم الله تعالى أن بر الوالدين يكون في حياتهما وبعد مماتهما فأما في حياتهما فالبر أن يخفض الإنسان الجناح لهما عندهما ولا يرفع صوته عندهما ولا يقول لهما أف ويحسن إليهما بكل معاني الإحسان والتلطف استجابة لقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ومن أمثلة ذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام
لما كلمه أباه خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذكر الله تبارك وتعالى لنا مثلهما ليبين لنا أجر الصبر وأجر الإحسان إلى الوالدين. We mentioned, brothers and sisters, previously in the last Jumu'ah, we talked about the rights of the parents, one of the most important rights after the right of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. In this khutbah, we will be talking about the rights of the parents during their life and after their death. During their life, we have been obligated by Allah subhanahu wa ta'ala to be extremely humble, filled with humility in front of them, and never to raise our voices towards them, and that we never say any word that is disrespectful, and we always rush in doing everything that is kind and dutiful towards them. As Allah subhanahu wa ta'ala obligated us in Surah Al-Isra, He says subhanahu wa ta'ala what means and what translates: and your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them, but address them in terms of honor, and lower onto them the wing of submission and humility through mercy, and say, my Lord, bestow on them your mercy, as they did bring me up when I was young. We mentioned a great example, the example of Ismail, may Allah Ta'ala be pleased with him, alayhi salam, when his father, Ibrahim al-Khalil, alayhi salatu wasalam, said to him what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us in the Qur'an: oh my son, I see in my dream that I have to slaughter you. What do you say about this? Ismail alayhi salam replied by saying, oh my father, do as you have been commanded. You will find me from those who practice patience. Allah ta'ala mentioned to us this example to show us how a person is dutiful, completely respectful and kind towards his parents, and how Ismail, the son, alayhi salatu wasalam, practiced patience. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل إلى حديقته وإلى حائطه صاح ونادى على أمه قال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فردت عليه رضي الله عنها فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول هي: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا، ورضي عنك كما بررتني صغيرا. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Another example is what Al-Bukhari رحمه الله تعالى mentioned in his book Al-Adab Al-Mufrad, that Abu Huraira رضي الله عنه, when he would walk into his garden, he would say, even though his mom is far away, he would say, عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ, and she would reply back, and he would make dua for her, and say, may Allah bestow His mercy upon you as you have brought me up as I was young. And she would say, and you, may Allah reward you for being kind and dutiful to me as I grew old. And we said this has been classified as sound by Imam Al-Albani, may Allah Ta'ala have mercy upon them all. وَمِنْ بِرِّ الْأَبْنَاءِ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَفِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. لأن كل عمل صالح تعمله فإن لوالدك ولوالدتك أجر مثل ما عملت، فإن فعل الإنسان ذلك فلا يجوز له أن يقول أصلي وأصوم ثم يقول وهبت هذا العمل أجرا لوالدي، فالأجر يصل إليهما دون أن تهب هذا الأجر. وهذا الذي يقوله الإنسان لم يرد في السنة ولم يأتي عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Being kind and dutiful towards your parents after they pass away, first of all, you rush and hasten in doing righteous good deeds in abundance, because every righteous good deed you do, your parents get reward from it. Your parents get reward from it. The exact same amount.
without you being decreased. And this is from the mercy and grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Knowing this, it is not permissible for a person to do any righteous good deed. He fasts or prays, and then he says, I grant this reward to my father or my mother. You don't have to say this, because they automatically get the reward. And this saying has never been reported in any authentic hadith, nor on the behalf of any companion. وَمِن بِرِّ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَن يَدْعُوا الْإِنسَانَ لَهُمَا وَأَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا. قال الله تبارك وتعالى, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, إن إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم, إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة يقول أن فيقول أن هذا, فيقال باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. هذه هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. We mentioned also from being kind and dutiful towards your parents after they pass away is that you invoke Allah subhanahu wa ta'ala for them. You supplicate Allah subhanahu wa ta'ala for them. And you ask for forgiveness for them. We mentioned the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in Sahih Muslim that if the son of Adam passes away, his source of righteous good deeds has been cut off except from three. And he mentioned sallallahu alayhi wa sallam a continuous charity, a beneficial knowledge, and a righteous son that makes dua on their behalf. And we mentioned the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith that is collected by Imam Ibn Majah and authenticated by Imam Al-Albani. He said that a man will have his level raised while in his grave. His level in Jannah raised while he is in his grave. And he will say, oh Allah, how did I attain this? It will be said to him from the supplication of your righteous son. وَمِن بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا إِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةِ إِخْوَانِهِمَا. قال صلى الله عليه وآله وسلم, أَبَرُّ الْبِرِّ أَن يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ. رواه الإمام مسلم. From being righteous and dutiful towards your parents after they pass away is that you visit their relatives, their heir, and you are kind and righteous towards their companions. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he said, from the best acts of worship is that a person connects with his heir or with the heir of his parents. This hadith is collected by Imam Muslim. وَمِن بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَن يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا مِنْ عِلْمٍ أَوْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ مُصْحَفْ. يعني من الصدقات الجارية التي يجري أجرها ونفعها بعد موتهما. فعن عبادة ابن فعن سعد بن معاذ فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال, أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه توفيت أمه وهو غائب عنها, فقال, يا رسول الله, إن أمي توفيت وأنا غائب عنها, فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال, نعم. قال, فإني أشهدك أن حائطي المخراف, يعني المثمر, صدقة عليها. رواه الإمام البخاري. We mentioned, brothers and sisters, that from being kind and dutiful towards your parents after they pass away is that you give beneficial charity after they pass away, either from building a masjid or participating in building a masjid or digging a well or giving out beneficial books or Quran. All of this, that the reward is continuous after they pass away. Under the authority of Ibn Abbas, may Allah Ta'ala be pleased with both of them, he said, Sa'd ibn Ubadah came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and said, O Messenger of Allah, my mother has passed away, and while I was absent, would it be beneficial if I give sadaqah, charity on her behalf, even though she is still dead? He said sallallahu alayhi wa sallam, indeed, yes, in the affirmative. Upon this, Sa'd radiallahu anhu, he said, O Messenger of Allah, bear witness that my garden is a sadaqah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala on her behalf. And this hadith is collected by Imam al-Bukhari. فَيَا مَعْشَرَ الْأَبْنَاءِ بِرُّوا بِأَبَائِكُمْ فَإِنَّ دُعَاءَ الْآبَاءِ مُسْتَجَابِ
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. فأبشر أيها البار إن كنت تخرج كل يوم وأمك وأبوك يدعوان لك، وأبشر بالذل والفقر والهوان أيها العاق إن كنت تخرج كل يوم وأمك وأبوك يدعوان عليك. فبر الآباء والأمهات سبب لاستجاب الدعاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أويس بن عامر من أمراد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. رواه الإمام مسلم. أي كان بارا بأمه أنه إذا رفع يديه ودعا استجاب الله تبارك وتعالى له. We mentioned, brothers and sisters, that it is very important that we are kind, we are righteous towards our parents, as we know that the supplication of the parents is answered by Allah subhanahu wa ta'ala. He mentioned sallallahu alayhi wa sallam in the authentic hadith that there are three types of supplications that are answered immediately: the supplication of those who are oppressed, and the supplication of the traveler, and the supplication of the father for his son. And then we mentioned also that it is so important to be kind and dutiful towards our parents from this hadith, that it is a reason for the answer of the supplication of Allah subhanahu wa ta'ala. We mentioned the story of the great tabi'i, Uwais ibn Amir. He said sallallahu alayhi wa sallam to the sahaba, one year Uwais ibn Amir, and he mentioned the tribe he is from Yemen, from Murad, and then from Qaran, he will come to you. He used to have leprosy in his skin, and he was cured, except for an area on his stomach the size of a coin. If you meet him, let him make dua for you. This hadith is collected by Imam Muslim. He mentioned the reason for that, sallallahu alayhi wa sallam. He had a mother in which he was very kind, very righteous, very, very dutiful towards her. And this hadith, as we mentioned, is reported by Imam Muslim. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، احذروا أيها الأبناء من عقوق الآباء والأمهات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكبر الكبائر قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. رواه البخاري ومسلم. Be aware from being disrespectful towards your mothers and fathers. Be aware of being disrespectful to your parents. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam was asked about the most severe of the major sins. He said committing shirk, polytheism, and being disrespectful and unkind towards your parents. And he was laying down and then he sat and he said, be aware of false testimony. Be aware of false testimony. This hadith is collected by Bukhari and Muslim. فَعْلَمْ أَيُّهَا الْعَاقِ أَنَّكَ مُرْتَكِبٌ لِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فَإِنْ قُلْتَ لِأُمِّكَ أف لك فأنت عاق، وإن رفعت صوتك عليهما فأنت عاق، وإن لم تخفض جناحك عندهما فأنت عاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الصحابة رضي الله عنهما ما تصوروا أن رجل يلعن والديه، كيف لو رأوا هذا الزمان؟
قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه كيف يمكن رجل يلعن والديه قال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم يلعن أبا الرجل فيلعن أباه يلعن أمه فيلعن أمه قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديك كأنك أنت الذي لعنت والديك وهذا الحديث كما أسلفنا رواه البخاري ومسلم We mentioned also the authentic hadith that serves as a severe warning from being disrespectful or unkind or unmerciful towards our parents. He said, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, in the authentic hadith that is agreed upon, from the major sins is that a person curses his both parents, his parents, both of them. He curses them. The Sahaba radiallahu anhum were amazed, how can a person curse his parents? He said to them, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, that a person curses the father of another, then that person curses his father. Or this person curses the mother of another person, and then in retaliation that person curses his mother. As if you cursed your own parents. This hadith is agreed upon by Bukhari and Muslim. إِيَّاكُمْ وَالْعُقُوقِ إِيَّاكُمْ وَالْعُقُوقِ فَإِنَّ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ عَقُّهُ أَبْنَاؤُهُ فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَكَمَا تَدِينُ تُدَانْ قال ربنا تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فاعلم أيها البار فاعلم وابشر أنك إن بررت بآبائك فإن ولدك وأبناءك يكونون لك مثلها وسواء وإن كنت عاق بوالديك فأبشر بعقوق أولادك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر في آبائنا وأمهاتنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه We said brothers and sisters be aware of being unkind towards your parents because if you are so then your children will become just like that towards you when you grow older Just as Allah subhanahu wa ta'ala says, the recompense of an evil is an evil like thereof. The way you will deal with your parents is the exact way your children will deal with you. That's why if a person is kind and dutiful, glad tidings to you, your children will be similar to you. But if you are otherwise unkind, disrespectful, then that's exactly how your children will grow up to treat you. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى اللهم يا ربنا اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مقدسات المسلمين اللهم احفظ مكة والمدينة والأقصى من كيد الكائدين ومن عبث العابثين اللهم أقر أعيننا برجوع الأقصى اللهم رده إلينا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم رد إلينا المسجد الأقصى عاجلا غير آجل يا رب العالمين وارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم عليك بالحاقدين الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم آية اللهم أرنا فيهم آية اللهم أرنا فيهم آية اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم أظهر السنن وأمت البدع اللهم أظهر السنن وأمت البدع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على